انا عارف ان الفيديو طلع غير اللي كان موجود في العنوان، وحياة حبيبك النبي ما انت قافل الفيديو عشان خاطر حبيبك النبي، عشان خاطر ربنا. انا عارف دلوقتي ان انت بتدور على شيء معين انك تشوفه او تسمعه، انا متأكد من ده. انت تعرف ان ملك الموت بينظر لك في اليوم لا تقل عن 3 نظرات بينك وبين ملك الموت لا يزيد عن سنتي. لو كشف الستار في حائل كده بينك وبين ملك الموت، لو اتشال الحائل ده لفزعت من هول المنظر، هتسقط هتموت مكانك من المنظر، بس مش انه يطلق انه ياخد روحك. فاكسروا من ذكر هادم اللذات، قال وما هادم اللذات يا رسول الله الا وهو الموت. لو حطيت الموت دايما حاجة قدام عينك، حائل ان انت دايما تفتكر الموت او تشوفه قدامك، مش هتعمل معصية، هتخاف تسرق، هتخاف تزني، هتخاف تعمل اي حاجة، هتخاف تضر اي حد. فانت ارجع عن الشيء اللي في دماغك، ربنا يرزقك العفة، ربنا يجوزك ويجوزني، ربنا يجوز كل الشباب ويجوز كل البنات. ارجع عن الطريق ده، لان الطريق ده اخر وحش، وادمان ادمان الحاجات دي لانها بتكتر هرمون السيتروسين في الدماغ. طبعا في غير ان انا ادخل في الحاجات دي، بس ارجع عن اللي في بالك، ربنا يرزقك الجنة ونعمها ويرزقك الهداية، وترجع عن اللي انت بتتفرج عليه، واشغل نفسك باي حاجة. الفراغ اساس كل معصية.